وقعت للتو مرسوما بشأن اللجوء، إنه هام للغاية. بإمكان المهاجرين أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة، لكن بطرق قانونية، وهذا بالنسبة لي شيء مهم. أكرر مرة أخرى، نحتاج إلى أصوات الديمقراطيين لإقرار قانون جديد للهجرة لوقف تدفق المهاجرين إلى بلادنا. لن نسمح لهم بالدخول بلا قيود، لأنهم يغرقون بلادنا. نحن في حاجة إلى جدار، لكننا نريد بناءه في وقت واحد وبسرعة. نريد من الديمقراطيين أن يؤيدوا قوانيننا الجديدة بشأن الهجرة لتحديثها، لأنها في شكلها الحالي عتيقة وضعيفة.